وينضم إلينا تعليقا على بيان الدكتور الرزاز من عمان دكتور زيد النوايسة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور زيد، تعهد إذن الدكتور الرزاز في بيانه أمام مجلس النواب ب 16 مهمة للحكومة ستنجز خلال 100 يوم الأولى من تشكيلها، وقال إن ذلك رغبة في استعادة الثقة التي اعترف هو شخصيا بأنها مهزوزة للشعب الأردني. كيف تجد فرصه في استعادة هذه الثقة من خلال هذا البيان؟ شكرا على الاستضافة. يعني على كل حال، الكلام الذي ورد في البيان الوزاري والذي ألقاه الدكتور عمر الرزاز أمام مجلس النواب الأردني هو كلام إيجابي وكلام مهم، ولكن الحقيقة عبر مسيرة الحياة البرلمانية في الأردن كانت الحكومة دائما تقدم هذه الوعودات. الحكم هي في عملية إنجازها. أتمنى أن يستطيع الدكتور عمر الرزاز إنجازها خلال 100 يوم، رغم أنني غير متأكد نتيجة طبيعة الأزمة الاقتصادية المعقدة التي يعاني منها الأردن ونتيجتها الظروف السياسية التي تضع الأردن اليوم في يعني عين العاصفة دائما. يعني على كل حال، ما طرحه الدكتور الرزاز 16 عنوان عريض فيما يتعلق بمكافحة الفساد واستعادة هيبة الدولة وإصلاح المنظومة الضريبية وتقديم برنامج اقتصادي عادل وتطوير الإدارة الأردنية. طيب، دعني أسألك حول نقطة من هذه النقاط دكتور زيد، تحديدا حول محاربة الفساد، حيث شهدت أصلا جلسة مجلس النواب وكلمة الدكتور الرزاز أمام مجلس النواب الأردني مشادات كلامية كبيرة حول إقالة بعض الوزراء الذين ورثهم الدكتور الرزاز عن الحكومة السابقة. هي للأسف كانت يعني من أبرز العناوين السلبية التي أرسلتها تشكيلة الحكومة عودة نصف الحكومة السابقة، التي يعتقد جزء كبير من الأردنيين أن حكومة الدكتور هاني الملقي مجتمعة تتحمل وزراء الأزمة الاقتصادية، على الأقل تضخمها خلال السنتين الأخيرتين، بالرغم من أنه حتى نكون دقيقين يعني تضخم المديونية العامة في الأردن الذي وصل عمليا إلى ما يقارب 40 مليار دولار بدأ يزداد منذ العام 2004، ولكنه بدأ يتسارع بشكل كبير منذ العام 2011 تحديدا، منذ بعد رحيل حكومة سمير الرفاعي، إلى أن وصلنا إلى المشهد الحالي وهو أن الدولة مديونة ب 40 مليار، مزيد من الجباية، مزيد من فرض الضرائب، مزيد من ارتفاع الأسعار، مزيد من التضخم، مزيد من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي. كل هذا الأمر وصل بنا إلى المشهد الذي حدث في 30 أيار، عندما خرج الشارع الأردني، النقابات، القوى السياسية، وصولا إلى الحالة التي أدت إلى إقالة حكومة الملقي. وبالتالي الحقيقة اليوم هنالك فقدان ثقة في مجلس النواب بالمناسبة، وفقدان ثقة بالحكومات. يعني النواب الذين يحتجوا على الدكتور الرزاز هم ذاتهم الذين ساهموا في إقرار الموازنات العامة للدولة الأردنية عبر عشرات السنين، والتي ساهمت دكتور وصلت أن ترث الدولة هذه المديونية الكبيرة. شكرا جزيلا دكتور زيد النوايسة الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من عمان.